هكذا سرقت منهم طفولتهم دون أن يشعروا، حيث أجبرتهم ظروف العراق الصعبة على ترك مدارسهم والعمل في مهن وحرف قد تفوق قدراتهم الجسدية كالحدادة وصيانة السيارات، ومهن أخرى دفعتهم إلى الشوارع والأرصفة تحت أشعة الشمس الحارقة لبيع المناديل أو مسح زجاج السيارات أو حتى بيع الشاي. أكثر من نصف مليون طفل عراقي يعملون في مهن مختلفة تاركين مقاعدهم الدراسية وحرموا من التعليم. هذا ما أكدته منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف جراء الظروف الأمنية السيئة في العراق وما خلفته من موت وفقدان وتهجير ونزوح، وأيضاً تدهور في الوضع الاقتصادي الذي أدى إلى الحاجة والعوز والفقر. كنت أداوم بالمدرسة، كنت أشتغلنا نص نهار، فبطلت من المدرسة، كان راتبي قليل، فبطلت من المدرسة، استقامتين أسبوعية كاملة. بعض الأطفال ليس لديهم معيل، إذ فقدوا آباءهم مع فقدان الأمن، ليضحوا هم المعيلين لأسرهم، فسمرة وجوههم تحكي عن رفقة الشمس الدائمة أثناء مسحهم لزجاج السيارات في الشوارع. اشتغل عين أهلي، عين أهلي وما عدنا نحن، وأبويا شايب 2007 وما عدنا، أنا الوحيد، إحنا ستولد ثلاث بنات، إحنا نعيش أهلي، حتى من المدرسة بطلت. أكثر من 4.5 مليون طفل عراقي بحاجة ماسة لمساعدات إنسانية، بينما تواجه الكثير من العائلات الآن أوضاعاً متردية بعد العمليات العسكرية، فأعداد الأحداث العاملين بالعراق تزايدت بحسب منظمة مكافحة عمالة الأطفال في العراق. هناك تزايد في أعداد الأحداث العاملين في المشاريع، هناك سنة من السنوات لم تسجل شعبتنا سوى 65 حدث عامل، ولكن هذه الأرقام سنة بعد سنة بدأت تزداد نتيجة الظرف الأمني الصعب الذي يشهدها العراق، وبالإضافة إلى تدهور الوضع الاقتصادي وحالة التقشف التي يمر بها البلد. طبعا وضعت الطفل تحت مطرقة وسندان العوز والضعف الحالة الاجتماعية، بالإضافة إلى ضعف الجانب الثقافي لبعض العوائل. ملامح براءة طفولة لم تعد موجودة، حيث ذهبت تبحث عن البراءة، فقط اليأس وفقدان الأمل لاحت بتلك الوجوه الناعمة على أمل التفاتة محلية كانت أم دولية لإنقاذ ما تبقى من طفولة هي أساس مستقبل كامل.